الاتهام؟ عايز اللي تعمل ايه؟ احنا ترند ولا ايه؟ لا ماليش دعوه، عايز انا الحاجات دي الناس بيحبوها، لكن انا الترند بتاعي هو شغلي بصراحه. طبعا يا كابتن طبعا. طيب انت عجبك هدوء الكابتن الخطيب صح؟ جدا وتعامله بعقلانيه طبعا، وعجب حضرتك انت كمان اكيد اكيد. طب ليه بقى في ناس كتيره جدا جدا كانت تتهم النادي الاهلي بالضعف، رغم انه هذا الهدوء وهذه الثقه هو اللي وصل النادي الاهلي ياخد حقوقه كامله، وانه حقق انتصارات يمكن بسم الله ما شاء الله يعني هي الاعظم طبعا على مر التاريخ. طيب يا كابتن شوبير، انا فاكر لسه في اتهام تاني بس لما اخلص ده. طب نعدي الاولاني، نعدي الفخ الاولاني، نعدي الاولاني. طيب. بس انتوا قلبين الدنيا يعني ما شاء الله انتوا الاثنين، يعني احنا سعداء يا كابتن البرنامج بوجودنا مع حضرتك. لا هم لا ما شاء الله لا طبعا، احنا بوجودنا فخور وفرحان بيهم جدا يعني. احنا يلا كابتن سعداء يعني اتفضل. انا فاكر ان احيانا وسط الضغوط الانسان بشكل عام ما لهوش هنا علاقه بالمشجع، ممكن يفقد بصلته، وده اخطر مكانه في الصراع. انا بشوف ان اخطر مكانه في الصراع ده ان كان المواطن العادي او الانسان العادي او المشجع العادي يفقد بصلته. ما تدوخنيش معاك ويفتكر ما انا هقول لحضرتك ما تدوخنيش معاك. طيب وتعالى لي دغري، تعالى لي دغري، هتقعد تلف لي وتجملها لي وتلفها لي، تعالى لي دغري يا باشا. ان النادي الاهلي كان بيتهم بالضعف. طيب انا هقول لحضرتك. ايوه انا فاكر كابتن محمود الخطيب وقف وقال بشكل مباشر في عز ضغوط كتير جدا من الجمهور، اللي انا بقول لحضرتك انا مش بلوم على الناس، لانه طبيعي الناس في الوقت ده شايفه النادي الاهلي بيتهاجم بالوقت بالشكل ده وبالضراوه دي وباستباحته بالشكل ده ومش قادر ياخد حقه. كان في رهان مختلف، وهنا كانت الحكمه عند كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره. وانا فاكر كابتن محمود الخطيب في خطابه الشهير اللي طلع قال فيه لن نتدنى، وقال ان احنا مش هننزلق، وان احنا مهما كانت الضغوط مؤمنين ان احنا في دوله قانون. عندنا وسيله واحده لاخذ حقنا وهو القانون. ومش هنسلك حاجه تانية في الوقت ده. انا عشان كده بقول لحضرتك الجمهور ضحيه، لان هو شايف مشهد عبثي، مشهد في استباحه النادي الاهلي بالشكل ده، والنادي الاهلي بيتمسك باعتى درجات ضبط النفس اللي ممكن تاريخيا تتمسك بيها. وصعب ان رموز النادي الاهلي كانت تمس بالشكل ده، ولكن انت متماسك. هنا انت انتصرت لمين؟ انتصرت النادي الاهلي؟ لا، انا بشوف ان النادي الاهلي انتصر لكل واحد كان هيشت وكان هيضل وكان هيبدا يتوه. هو ايه الطريقه اللي اخد بيها حق؟ هو ايه الوسيله اللي اخد بيها حق؟ طب انت واجهت الناس اللي هاجمت المجلس ازاي؟ في الوقت ده واجهت الناس اللي هاجمت النادي الاهلي ازاي؟ ما بقولكش هاجمت، لكن واجهت ازاي؟ ما هو في واحد انت مقتنع تماما 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 بوجهه النظر دي. واجهت بشكل واضح ان احنا ما ينفعش النادي الاهلي اللي تاريخيا قدم صوره في الرياضه المصريه قاعدين بنتكلم عليها من بدري ان هو يتحول للوجه القبيح ده من الطريقه. وافقت تماما طبعا. طيب حضرتك نفس الكلام يا كابتن، لان كان في اجراءات النادي الاهلي لازم ياخدها. انا كنت هقول النادي الاهلي نادي ضعيف لو لم يتم تقديم شكاوى لكل الجهات المسؤوله في الدوله. ماشي. النادي الاهلي على مستوى الاعلام قدم عده شكاوى لمجلس الاعلى الاعلام. النادي الاهلي على مستوى القضاء قدم عده شكاوى للنياب، عده قضاء لا على مستوى القضاء، على مستوى القضاء بشكل عام. قدم شكاوى. نعم. الشكاوى دي في النهايه اسفرت عن بلاغات. هنا نسميها بلاغات. بلاغات وصلت في النهايه لحكم نهائي. وتم تنفيذه في سابقه تاريخيه تحسب لانتصار النادي الاهلي، لا انتصار الاخلاق بالظبط، انتصار الرياضه المصريه، لان هو ده اللي المفترض يكون متبع في الرياضه المصريه. انا مش المفترض ان احنا واحنا قاعدين بنتكلم دلوقتي نسمع سباب او تطاول او تجاوز او خطف اعراض، والطبيعي ان الناس ممكن يكون عندها ضغط نفسي كبير، شايفه ده بيحصل في رموز للنادي الاهلي، شايفه ده بيحصل لاسم النادي الاهلي، فبتضغط على المسؤول في النادي الاهلي. فالمسؤول هيتحرك ازاي؟ يقول تحرك تبعا لهويه تحرك النادي الاهلي. تحرك بمسؤوليه طبعا طبعا، وهويه النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي. وخد حقه، خد حقه خارج الملعب وخد حقه جوه الملعب. نعم، خد حقه جوه الملعب. وانا عايز اقول ان توفيق محمد مجدي قفشه في مباراه نهائي القرن كما اطلق عليها هي كانت النقطه اللي بيتكلم فيها فارس ان الناس ما تشتش. ده حقيقي والله، لان انا بنتي سالتني بابا هو احنا ليه؟ هو مش الخير والافضليه والاخلاق هي اللي بتنتصر؟ حبيبه ولا وعد؟ حبيبه. ماشي، مين الاكبر حبيبه؟ حبيبه الاكبر. حبيبه كام سنه؟ 14 سنة، حبيبة تانية سنة. ما شاء الله، إيه ده إيه ده؟ عشان اتجوزت وأنت عندك 14 سنة؟ لا ده عجوز، ده عجوز. إيه ده إيه ده إيه ده؟ بجد والله؟ أه والله، حبيبة تانية ثانوي وقعدة تانية إعدادي. اللهم صل على النبي، ربنا يبارك لك. ربنا يعزك. فلما حصلت البطولة دي أنا ما أخبيش عليك فرحت، قلت لها بصي هو ده اللي هيمشي في الاتجاه ده، ممكن يتعرض لبعض الضغوط، ممكن يتعرض لبعض الإساءة، لكن في النهاية
طيب. انا كنت ببكي انا وهو في التليفون ده حقيقي اليوم ده اقسم بالله بكاء يوم القضيه طبعا بكاء طبعا بكاء اطفال. بس انا جبت لكم اول قضيه امبارح مع زكريا نصر القضيه ممكن انا في ناس كتيره جدا هتجنني. كوره زيزو اللي في العارضه جميله وتحفه وزي الفل. انا بحب صوتها حسين حسين الشحات ده الجون فاضي ناسين حسين الشحات الجون فاضي وهو نفسه يعني وبيحطها وهو هو حسين. انا سالته حسين عارف انشغل في ايه ولا ما تعرفش الاحتفال بس كده الاحتفال هي رايحه رايحه عارفه سكتها بس على فكره دي الكوره الوحيده اللي جت على مرمى الاهلي وهي والكوره الجون يعني حاجه عجيبه جدا يعني.